السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم الفقهي لكل زمان ومكان، الساعة الثانية مخصصة لاتصالاتكم وأسئلتكم سواء عبر الواتساب أو الفيسبوك أو أي شكل من أشكال التواصل مع البرنامج، ومن أيضا البريد الإلكتروني الخاص ببرنامج فتوى الحوار دوت تي في، والأولوية طبعا للاتصالات عبر الهاتف بكل الطرق سواء بالسكايب أو بالهاتف العادي أو عبر الواتساب. فضلت الشيخ حسين حلاوة المشارك حسن من المغرب الذي انقطع معه الاتصال أرسل لنا حول سؤاله بالواتساب، يقول هل الدعاء من أجل فلسطين والقدس يكفي أم يعني يعني في ظل مش فاهم الجملة صراحة المكتوبة، قصده في ظل عدم التحرك ضد الصهاينة؟ لا، هو الوسيلة من الوسائل، لكن هو لا يكفي أبدا بأي حال من الأحوال، يعني لا يكفي إلا عندما أستنفذ الوسائل والسبل التي أستطيع أن أدعم بها إخواني وأهلي في فلسطين، ثم بعد ذلك أدعو. ولا بأس أن يكون الدعاء مع الوسائل الأخرى، بمعنى لو أن إنسان يستطيع أن يعين إخوانه بشيء من المال في القدس أو في غزة أو مثلا في كذا، أو يعني هكذا، لا بأس أن يدعو لهم كذلك. يعني فالدعاء يعني وسيلة من الوسائل وليس هو كل الوسائل، وإن كان هو بالنسبة لنا الوسيلة العظمى والقوة التي يعني حينما يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء وهو مجاب بإذن الله سبحانه وتعالى يكون له أمره وعمله يعني. طيب فضيلة الشيخ، هنا أبو الهول من أمريكا يقول متى يحق الجمع في الصلاة ومتى يحق القصر فيها ومتى يتم الجمع والقصر معا؟ يحق الجمع في الصلاة حينما يكون مسافرا أو عند المرض، فيجوز له أن يجمع، أو عند الحاجة. حديث مسلم بن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر ولا مطر، قالوا أراد ألا يحرج أمته لما سئل في ذلك. وفي السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وعند المرض الحديث من غير ما مرض ولا مطر، وفي المرض أيضا يجمع، أي عذر عنده لا يستطيع أن يصلي الصلاة على وقتها لا بأس. ظروف العمل، طبيب سيدخل غرفة العمليات مثلا ويخرج منها، أو مريض سيخرج يدخل ويخرج منها بعد أن يذهب الوقت، لا بأس إذا جمع بين الوقتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. هذا متى يكون الجمع. القصر إذا كان الإنسان مسافرا، مسافة قصر حدد العلماء بشيء 80 كيلو 83 85 على اختلاف في تحديد. وإن كان عبد الله بن عمر يعني رضي الله عنه وأرضاه كان يجمع في يقصر في أي مسافة تعتبر مسافة سفر، يعني كل ما يقال له أنه سفر يصح للإنسان أن يقصر فيه، ويقصر في سفره لا يقصر. يعني لو أن إنسان عنده موطنان يقيم فيهما يقصر فيما بينهما ويقصر إذا يعني لم تزد المسافة أقصاها على 18 يوما، هذا أقصى مسافة الزمن القصر يعني. نعم. طيب فضلت الشيخ، أيضا سؤال آخر مش عارف أنا صاحب السؤال، يعني هل يجوز المسح على الجوارب؟ نعم، يجوز المسح على الجوارب. نعم. وهو خلاف لمذهب الحنفي، لكن يجوز المسح على الجوارب، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسعود من لندن أخذ بالفتوى ضمن الضرورة وضمن الحدود والمقيدات لشراء منزل عن طريق البنك في لندن، جيد؟ نعم. المورجج، وهو أول بيت يسكن هو إلى آخره. الآن تعرف شراء البيت يلزمه ما يسمى الستامب ديوتي، يلزمه الدفعة الأولى، يلزمه كذا، فهل يجوز له أخذ قرض آخر لغايات هذا الأمر يعني؟ إذا كان ليس معه فهذا توابع البيت، توابع شراء البيت. إذا لم يكن معه ما يدفع به الستامب ديوتي أو ما يدفع به المقدمة أو شيء من هذا القبيل، لا شك هذه تابع لهذا الأمر. السلام عليكم، حكم وضوء المعذور قبل الوقت بعشر دقائق لإمام الراتب، مش عارف شو قصدي. الإمام الراتب لأنه إمام راتبان، يعني
إذا كان هذا العذر هو عذر دائم له، ليس يعني عذر يعني طارئ وسيذهب، إنما هو عذر دائم عنده وهو لا يستطيع أن يتوضأ بعد الأذان لكونه ربما لا يدرك الجماعة، أو هو كما يقول إمام راتب أو شيء، فلا بأس. لكن إذا لم يكن بحاجة إلى ذلك فوضوءه بعد الأذان أفضل. هنا أخت تسأل: هل يجوز تقديم غسل اليد اليسرى في الوضوء وجزاكم الله خير؟ لا، التيامن، السنة التيامن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وفي تناوله. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، كان يبدأ فيغسل يده اليمنى ثم يغسل يده اليسرى. نعم. أم أحمد تذهب إلى العمرة وتطلب الدعاء وتقول أنها سألتك من قبل وقلت أنه إذا بدأت تعمل أكثر من عمرة تذهب إلى التنعيم فتعمل عمرة أخرى وثانية وثالثة. الآن تسأل: كم هي المدة اللي لازم تنتظرها بين العمرة والعمرة؟ كما تحب هي، كما تحب، ما في لا يوجد لا يوجد زمن محدد شرعي تنتظره أو ينتظره الإنسان بين العمرة وأختها أبدا. إذا أراد أن يعمل عمرة عمرتين في اليوم، ثلاث عمرات في اليوم، لا شيء عليه. قال بتقول: هل لا بد من مرور 3 أيام لأكون من أهل مكة؟ لا، هي ما لم تكن مقيمة في أهل مكة حتى لو مر عليها شهر أو شهرين أو 3، هي ليست من أهل مكة. لأن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لا بد أن يكون مقيم، هي تكون مقيمة في مكة نوت الإقامة. لكن واحد راح يعمل عمرة ومثلا يعني وجاء واستطاع أو أخرج إقامة ليجلس هناك شهرين أو 3 أو 4، هذا ليس مقيم يعني، ورايح زيارة وسيخرج. سؤال: شو الفرق يعني إذا واحد من أهل مكة ما بيطلع له يعمل أكثر من عمرة في وقت واحد؟ لا، اللي من أهل مكة لا يحتاج أولا أن يذهب إلى التنعيم. بيختلف. أي نعم. المقيم في مكة لا يحتاج أن يخرج إلى التنعيم حتى يأتي بعمر، إنما يحرم من بيته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. نعم. طيب، في سؤال: لو سمحت ممكن شرح حديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، كيف يتم التفضيل بين اثنين على الرغم من أن الذي يعطي القوة هو الله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا إذا عنينا أن المؤمن القوي في شكله وفي مظهره الخارجي فممكن يعترض على ذلك. طب الإنسان المريض ما دخله في ذلك؟ إنما هنا القوة ليست فقط هي القوة العضلية أو القوة البدنية، إنما يتشمل كل أنواع القوة التي يستطيع الإنسان أن يعدها. فهي الخيرية، قوة الإيمان تشمل قوة العبادة وقوة العقيدة، هكذا قوة البذل والعطاء، قوة الاتصال بالناس وقضاء حوائجهم، كل قوة صلة الرحم. المؤمن القوي في كل أفعاله وفي كل يعني ما يأتي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل الخير. ويدخل فيها المؤمن قوي البنية الذي يحافظ على بنيته ولا يهملها ولا يكن يعني ضعف وتقصير منه، يدخل معنا في هذا الحديث. نعم. حضرتك تعرف فضيلة الشيخ عن قصة الأوفر درافت في الغرب بالنسبة للحساب البنكي؟ لا، لو خرج عن انه بياخد استثناء من البنك، انه هو لو نقص حسابه عن مبلغ معين بيكون له ليميت، حد معين بناء على هذا الحد البنكي بيعطي. احيانا بعض البنوك بناء على طبيعة الحساب البنكي بيسمح لك بحد معين بدون اي رسوم. نعم. لكن اذا زاد عن هذا الحد تزيد الرسوم. هنا السائل يقول: اذا كانت هذه الرسوم ستزيد لدرجة انه هو راح يتراكم عليه هذا المبلغ، بينما أنا بإمكاني أن أخذ قرض وأسدد هذا، وهالجهتين هو ربا، لكن شيء أهون من شيء. هو الأصل أنه لا يدخل في هذه المعاملة، في المعاملة الربوية الأصل أن الإنسان لا يدخل إليها إلا إذا كان مضطرا، الضرورة التي تلجئه إلى ذلك، الضرورة اللي قال الله عز وجل عنها في كتابه العزيز: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا كان هناك ضرورة خلاص تلجئه، إذا لم يكن هناك ضرورة فليعلم أن الربا
هو من أكبر كبائر. والله سبحانه وتعالى قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل الربا من أكبر الكبائر كما في الحديث في الصحيحين. فضيلة الشيخ، الآن هذا الأوفر درافت هو أصلا بدون رسوم أو غرامات، لكن لما يتأخر أحيانا بتصل الغرامة 18% أو 17% أو 16%، بينما القرض الربوي الآخر ممكن تكون الفائدة الربوية تبعته 4% 5%. بقول لك ما دام أنا ورطت يعني بالخطأ وأخطأت وتأخرت، طبعا هذيك بسموها فيز او رسوم، بس ما هي ربا كمان يعني حتى لو سموها فيز؟ لا، هي ربا طبعا. هي ربا، لان هم بيقولوا له احنا هم الاوفر درافت ده بيدهوله لما نتيجه لحسن المعامله معه او طول الـ يعني المعامل، لكن هو اذا تخلف عن وتاخر ده. عن السداد ياتي هذا شانه. شان لو انسان بيتعامل في فيزا كارت وتخلف عن السداد ستأتي عليه الغرامات اللي هي الربا، لذلك يحرص على ألا يقع في مثل هذا. طب كيف يعالج هذا الوضع؟ هل يسدد الغرامة التي عليه بفائدتها 16% أو 17%، ولا يأخذ قرض من البنك بفائدة 3% 5%؟ يعني أنا يسدد. إذا أجزنا له أن يأخذ قرض بفائدة أقل حتى يدفع هذا القرض بفائدة أعلى، لا شك هذا يكون أولى، لكن أنا لا أجز له أن يعود مرة ثانية حتى لا تكون القضية خلاص كل مرة يقول أنا يحصل وأرجع أخذ قرض من هنا وسدد هنا. لا، الربا حرام سواء كان 2% 3% 4% هو ربا وحرام. بعدين أنا ما بعرف يعني أصلا يعني مثل هاي الحالات أتوقع أنه المبلغ راح يكون مبلغ محدود، يعني ممكن يكون 500 باوند 1000 باوند إشي زي هيك يعني. فإذا كان هو إنسان في وسط محترم مسلم في بلدي، يشوف له إنسان خير يقرضه يا قرض حسن، بيخلي هذا الإنسان الخير يكسب أجر وهو كمان ما بيكسب إثم، لأنه يعني صحة تتراكم على القصة بشكل خطأ يعني. صحيح، إن شاء الله على خير. طيب، هل من الحق الدعاء على حاكم لا يحكم بالعدل في رعيته؟ طبعا من الحق أن أدعو على الحاكم، لما لا؟ إذا كان ظالما أدعو عليه، ويعني لكن إن دعوت له فذلك خير، وإن دعوت عليه لأنه أصابني منه ظلم فهذا حقي، تمام؟ يعني لو أصابني منه ظلم فدعوت عليه هذا حقي الشرعي، ما يجي حد يقول لي أنت كيف تدعو وإلى آخره. لكن لو أنه هو لا، هو فيه مساوئ، فأنا أولى أن أدعو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى. هنا ممكن نشرح الآية الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني صارت أكثر من قصة حتى الدعاء على صحيح. الظالم صحيح. كيف يعني بدي أحكي عليه بالسوء من القول؟ أشتمه وأسبه وجائز؟ لا، إن أنا أتكلم في حقي بجرأة، أتكلم في حقي فقد أخرج عن وعيي وأنا أتكلم أقول هذا الظالم، هذا هكذا يعني هذا الفاسق الظالم. أي نعم. الله ينتقم. لكن بشرط ألا أتجاوز حقي، لأن إحنا إذا كنا ننكر الظلم فلا يعالج الظلم بظلم آخر. نعم، لا يعالج الظلم بظلم آخر. عباد من المغرب، ما بعرف نتفق معاه فيما يقول أم نختلف، أنا شخصيا أختلف معه، يقول: منذ أن فتحنا أعيننا والمسلمون يدعون على اليهود والنصارى وهم يزدادون علما وتقدما في جميع المجالات حتى في المعاملة مع الحيوانات، ونحن نزداد جهلا وتخلفا وبعدا عن ديننا، لماذا؟ مع الشكر. السبب أنهم يتمسكون بالعدل، والعدل قيمة عظيمة جدا يقيم الله بها المجتمعات، ونحن عندنا الظلم ينخر فينا. وابن خلدون كتب في مقدمة فصل: والظلم مؤذن بخراب العمران. الظلم مؤذن بخراب العمران، فده السبب. قيم الحياة العيش هم نبغوا فيها فحصل لهم التقدم وحصل لهم. الإنسان له قيمة يا سيدي عندهم، الإنسان عندنا لا قيمة له. الحاكم عندهم أجير يخاف أن يظلم حتى لا يسقط في الانتخابات القادمة أو تسحب منه الثقة
أما الحاكم عندنا فهو الحاكم بأمر الله الدائم إلى أن يموت، لا أكثر ولا أقل. عبد القادر من فرنسا، تفضل عبد القادر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيت أسألك على سؤال يا أخي، اللي عنده سوارد هنا في فرنسا على بالك نحطه كل في الكرنيات، يعطيك 1% في العام، جايز هذه ريبة ولا ما يريب؟ ما هو بنك أم ماذا؟ نعم، ما هو الذي يعطيك 1% بنك؟ في البنك، البنك، البنك يعطيك 1% في العام. هو يعطيك ربح أم يعطيك قرض؟ طيب 1% يعني أبورتو. بس معلش عشان الكلمات الفرنسية. أتيري يعني في الأتيري ريبا، هذه ريبا ولا ما هي ريبا؟ ماشي ريبا. طيب حبنا ثاني ريبا ولا مش ريبا؟ بس معلش، بس تحملني قليلا معلش. هذا أنت تأخذ قرضا من البنك والبنك يأخذ عليه فائدة 1%؟ لا لا لا، أنا نحط الصور دي، نحط الصور دي كنا قبل. أنت لك أموال، أنت لك أموال في البنك والبنك يعطيك عليها ربحا 1%، صح؟ في المئة. نعم، تقول أن هذه ربا أم ليست ربا؟ هذا هو السؤال. ربا ولا مش ربا؟ هذا هو سؤالك. هذا هو سؤالي. نعم، حاضر، تسمع الجواب. حاضر يا عبد القادر، سمعت سؤاله. البنك له مال والبنك يعطيه عليه ربح فائدة 1%، هل هذه ربا أم لا؟ كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يسير في بغداد ومعه صاحبه والشمس محرقة، يعني حارقة، الجو حر شديد، فكان ثم بيت وله مظلة هكذا يستظل بها يعني السائر، فقال صاحبه هيا نستظل تحت ظل هذا البيت، فقال لا، فألح عليه الرجل لما لا، فقال اقترض مني قرضا فأخشى إن استظللت تحت ظل بيته أن يكون ذلك ربا منفعة، إن استظل يعني تحت ظل من الورع البيت الزائد. نعم، أي نعم، لا إلى أي حد كانوا عندهم قصة الورع، أي منفعة كانت، أي منفعة كانت نتيجة للقرض هي ربا، أي منفعة. كل قرض جرى نفعا أيا كان هذا النفع، ليس بالضرورة أن يكون حتى مال، يعني لو أنا واحد يأخذ قرض فأخذ قرض مثلا من الـ أو حط أمواله في البنك والبنك بتديله آخر السنة أي حاجة، مش لازم فلوس، هذا أيضا تدخل تحت الربا، ليس بالضرورة أن يكون مال، يعني بيجوا آخر السنة بيدوله هدية معينة مثلا أيا كانت هذه الهدية. هذا بذكرني لما بيكونوا أحيانا بعض الناس الأثرياء الميسورين اللي بيحبوا يكونوا قادة مجتمعيين بارزين في بلادهم، فبتلاقيه بيقرض الناس قروض حسنة، لكن هؤلاء الناس معنيين بشكل أو بآخر بتقديم قرابين الحب والولاء له والمجاملات الاجتماعية. أيوة. وأيوة يا بيه وتفضل يا بيه وروح يا بيه وخيرك علينا يا بيه وأنت اللي متفضل علينا وأنت فالواحد في ربا هذا يعتبر ربا، لكن هو لا يتركه للبنك، يأخذه ويضعه في أي مصلحة من ما تنفع الناس. يعني إحنا أنا بجوز إذا سمحت لي أقول له إيش هذا البنك الفاشل، يعني روح ابحث لك عن بنك يعطي فائدة أعلى وبعدين أيضا خدها من البنك وروح تبرع فيها. يعني لا، هو يبدو أنه هو حاطط فلوسه في البنك حساب جاري، فالبنك عشان يعني ما ياخدش بيروح مديه 1% وياخدها منه بعد كده. هو لو راجع حسابه ممكن ربما يجد كده. عندنا في أيرلندا البنوك تعمل كده، لأنه مش معقول يكون حساب الاستثمار في البنك لا لا يعطي فائدة 1%. يعني ما حدا هيستثمر مع البنك إذا هو أعطى 1%. أنا تابعت بعض البنوك عندنا لما تحط حساب جاري يكتب لك 2% وبعد كده يرجع ياخدها منك مرة ثانية بعد فترة، على يعني بعد 15 يوم أو أسبوع ياخدها منك علشان لا ينقص لك مالك اللي انت حطه عنده كحساب جاري. نعم. هنا أخ من السودان يقول رجل طلق امرأته وقال لها أنت طلقانة طلقانة، أعتقد هذا باللهجة المحلية يعني، وهو في حالة غضب شديد، فهل يقع طلاقه؟
يعني هو العلماء اختلفوا في طلاق الغضبان، لكن لو يتصل بي أفضل أعرف. بعدين هو بالسودان في بلد مسلم يعني فيش في. أي نعم، أو يذهب إلى أحد يعرفه. نعم. لكن عامة العلماء اختلفوا في طلاق الغضبان، لأن الغضبان ده كل الناس تغضب وهي تطلق، ما في حد بيطلق وفرحان، ما في واحد كده بيبقى قاعد سعيد مع زوجته يقول انا بحبك انت اسعد يوم في حياتي انت طالق، ما في حد بيقول كده، انما لازم يكون في هناك اشكاليه في غضب، لكن هذا الغضب حاجمه ايه؟ فانا اشرح القضيه عامه وهو ينظر نفسه. العلماء يقولون لو كان الغضب غضب عادي يعني غضبان تمام، فهذا الطلاق يقع لا شك. اذا كان الغضب وصل الى درجه أنه لا يعي ما يقول، وبعد ما أفاق قالوا له ده أنت طلقت، يقول لهم لا والله ما طلقت، لا أنت طلقت، لا يا جماعة أنا لم أطلق، فهذا أيضا طلاقه لا يقع، الأولان يقع والثاني لا يقع، والآخر هو الذي فيه الخلاف. هنا سؤال آخر، أريد الاستفسار عن حكم صلاة الشفع والوتر، ومن لم يصليها في وقتها فهل يجب عليه أن يقضيها في الغد وجزاكم الله خيرا؟ الشفع هي جزء من الوتر، بعض الناس تظن أن الشفع دي صلاة أخرى، لا، هناك سنة العشاء البعدية وهناك الوتر، الوتر بيصلى 3 5 7 هكذا، وأحيانا الوتر يصلى 4 ثم ركعة، أو 2 2 ثم ركعة، أو 2 ثم 3 مجتمعين كصلاة المغرب، أو لا يقرأ بينهما بالتشهد، كل هذه صور واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب الفقهاء. فهو إذا كان صلى نسي صلاة الوتر اللي هي بقى اللي بيسموهم ركعتين شفع الوتر، هذه يعني يقضي صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر ولا ترك سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر. ما شاء الله. هنا أعتقد أن هذا السؤال ناقص كثير من المعلومات، سأقرأه عليك وأعتقد إذا استطاعوا أنهم يشرحون إياه بشكل أكبر بيكون أفضل. السؤال يقول صاحبه: السلام عليكم، ما حكم إعطاء المال للزوجة قبل الموت مخافة الفقر بعده؟ يعني هو ضامن أنه هو راح يموت قبلها وكتب كل الأموال لها قبل أن يموت. إذا كان ذلك في مرض الموت لا صح، لأن كل وصية في مرض الموت وكل هبة في مرض الموت تمام أكثر من الثلث لا 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 يعتد بها. فإذا كان أعطاء المال كله وفي مرض الموت لا يصح، كما لو طلق امرأته في مرض الموت تمام، عند الجمهور العلماء أن هذا الطلاق لا يقع وترث منه، لأن ربما يقولون هو طلقها من أجل أن يحرمها من الميراث. كذلك لو هي خلعته في مرض الموت، في مرض الموت فخلعته، لا يقع الخلع كذلك. فهو إذا كان أعطاها المال كله في مرض الموت، أو أعطاها هذا المال في مرض الموت، فإن هذه الوصية أو هذا العطاء لا يمكن. لكن في أثناء حياتهم المعيشية وهو بصحة كاملة وهي بصحة كاملة، خرج من ماله كله وأعطاه، هو حر يتصرف في ماله كيفما شاء. أما لما بعد الموت فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في أكثر من الثلث، بشرط أن يكون هذا الثلث ليس لغير وارث، ليس لوارث، ليس لوارث عفوا، ليس لوارث، والزوجة وارثة، الزوجة وارثة، والنبي يقول يعني لا وصية لوارث. وإحنا بنفس الوقت ما فهمنا، هل عندهم أبناء ما عندهم أبناء، هل لهم إيه يعني ليش؟ وبعدين يعني إيش هالقصة إنه هو إذا ما كتب لها مال ميراثه كله راح تكون فقيرة؟ أيضا ما فهمنا يعني هاي القصة. نعم. صح. واثنين كمان أفتينا فتوى عامة إنه في ناس إنه بحكي لك يا أخي بيرتبوا بيقرروا إنه هذا راح يموت قبل هذا، يا ما ناس أصغر عمرا ماتوا قبل ناس أكبر عمرا، يا ما هاي حسابات يعني صعب. وكم من سقيم وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. نعم. استأذنك معنا أخونا أبو وليد من الأردن، تفضل يا أبو وليد. سلام ورحمة الله. يعني فيما يتعلق بالموضوع وهو الظلم الواقع على الأمة أفرادا وجماعات حتى دول، يعني هذا علاجه ما
عند رب العالمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام الجنة يقاتل من خلفه ويتقى به. فإذا كانت هذه الجنة غير موجودة فيجب العمل لها، يعني ومعتصمة هي الحل لكل قضايا الظلم الموجود ليس في العالم العربي والإسلامي ولكن في العالم كله، ومعتصمة هو الحل، فلماذا لا يذكر هذا الحل؟ وما دونه من استطاع إلى ذلك فقد يعمل، ولكن لا بد من هذا. هذا برأيك يا أبو الوليد إنه تقول إن نقول ومعتصمة هو الحل، أو ما يتبعها من إنه وجود الخليفة اللي حيجي ويحقق العدل ويرفض الظلم، هذا برأيك أنت؟ نعم. هذا طيب. رأيي. ما هو السؤال؟ هذا رأيك أنت. ما هو سؤالك لفضيلة الشيخ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس أنا الإمام الجنة، يقول الرسول عليه السلام. نعم. هو فهمك، لا عفوا أقصد هذا فهمك أنت لهذا الحديث. على كل حال هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فهمك لما قاله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو سؤالك للشيخ؟ ما هو سؤالك للشيخ؟ لا سؤال هو عبارة عن طيب يعني نعم. احنا بس انا بدي استأذنك يا ابو وليد، كم مرة قلناها انه البرنامج هو للأسئلة وفي برامج اخرى للمداخلات. انا اشكرك جدا يا ابو وليد. نعم. طيب التعليق على انه القصه قصه المعتصم والامام جنة، اذا كان في امام في خليفه هو اللي هذا هو الحل لقصه الظلم. اولا معنى الايمان جنة كما الإمام. قال نعم زي ما قال الصيام جنة، الصيام جنة يعني وقايه، الامام جنة يعني وقايه. طيب لكن اين هذا الامام وممن يخرج هذا الامام؟ هي الاشكاليه هنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا سيدي أنا حينما يكون كل شغلي أن أبحث عن الإمام وأنا رعيتي غير مستقيمة على أمر الله سبحانه وتعالى، المرأة قالت ومعتصمة، رد عليها المعتصم، أنا ليس عندي الآن من ينتج هذا المعتصم، الأمة يومها أنتجت هذا المعتصم، أنا ليس عندي من ينتج هذا المعتصم الآن، هل أسعى إلى أن أنتج المعتصم أم أظل أبحث عن المعتصم فقط وأنا واقف؟ لكن هل ممكن أجمع بين الاثنين؟ هذا ما نحبه. أنا حسين من إيطاليا، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام وطلبك. جزاك الله خير شيخنا الفاضل، لي سؤال لو تسمح. تفضل أخي الكريم. إذن وإياك. لا إله إلا الله محمد رسول. في تونس، عن أنا تونسي، في تونس يوم الدفن في الليل يأتوا بناس يقرؤون القرآن والدعاء وما لذلك، هل جائز هذا؟ وبعده يكون أكل وشرب، هل جائز هذا؟ وذلك بعد الأربعين، نفس بعد الأربعين يوم نفس الشيء، هل هذا جائز أو غير جائز؟ بارك أحسن الله فيك. أحسن إذا تكرمت، بس الطعام الذي يصنع في ذلك اليوم من الذي يعده؟ يعده أهل الميت، مش ما يعدوه معناها جيران الميت، يعدوه أهل الميت، وأكل وشرب وقراءة قرآن، هل هذا جائز؟ يعني أقارب وأصحاب من أهل الميت أم أهل الميت الدرجة الأولى للمصاب عندهم هم اللي بدهم يشغلوا يطبخوا للناس ويعدوا للناس؟ لا، أهل الميت هم اللي يطبخون للناس. تمام. اصنعوا لآل جعفر طعاما، مش قال آل جعفر يصنعون للناس الطعام. طيب نسمع فضلت الشيخ في ذلك. حاضر يا حسين، تفضل شيخنا. هذه من البدع لا شك التي لم ترد. الأصل أن يعين الناس أهل الميت لما أصابهم، لأنهم مشغولون بمصابهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت من حديث: اصنعوا لآل جعفر طعام، اصنعوا لآل جعفر طعام. هكذا الواجب على الجيران أن يقفوا إلى جوار. وأنا هذه حسنة في كثير من البلاد رأيتها، إن أهل الميت لا يصنعون طعاما، إنما الذي يصنعهم الجيران يأتون بالطعام لأهل الميت. هذه واحدة. الأمر الثاني، التلاوة بهذه الطريقة في هذه الليلة بالذات، أو في الأربعين أو الخميس أو ما شابه ذلك، أو كل سنة، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسان قرأ قرآنا ثم وهب ثوابه للميت في أي وقت من غير هذه الأوقات المنتظمة التي أعدها الناس أنها دين وأنها سنة،
لعل ذلك يكون أفضل وأرجع عند الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. أبو جواد من إيران. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا طيب الله أوقاتكم، عندي سؤال حول الحوادث والمشاكل والأشياء التي تأتي على الإنسان، هل هذا عذاب إلهي مثل السيول في هذا العالم؟ يعني جرفت كثير من مناطق العالم وعالم الإسلام مثل الأردن والسعودية والعراق وإيران، يعني هل هذا من العذاب الإلهي أولا؟ وثانيا نقول يعني لأن الدول الإسلامية تقاتل بعضها البعض وما في وحدة ولا لحمة وطنية ولا دينية، يعني اليوم السيول في إيران جرفت مناطق سنية وهب الشعب الإيراني وساووا الحرس الثوري لإنغاض إخوانهم السنة وسجلوا لحمة ووحدة وأخوة دينية ووطنية، ولكن لا نرى هذا الإخاء واللحمة في سائر البلاد، بل نرى العكس، تمويل الإرهاب وقتل الإخوان وحصار إخوانهم في قطر. يعني حبيت توجه وذبحهم وذبحهم في سوريا وذبحهم في سوريا وتمويل التمرد في اليمن وقتل بعدين، يعني قصة متداخلة لا نستطيع أن نبرئ طرفا دون الآخر، والناس أغرقونا في الدم بشكل كبير جدا. على كل الفكرة وصلت وسؤالك وصل، وستسمع تعليق الشيخ عليه في هذين الأمرين. يعني أولا قصة هل هذه السيول والعذاب؟ أولا القتل ممنوع أيا كان، ينكره الإسلام، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. العمل تحت الطائفية والحزبية المقيتة لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالأسف الذي قسم العالم الآن إلى طوائف وإلى أحزاب يتحمل وزر كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهو يتحمل يعني البلاء لما حل بالأمة نتيجة لهذا التقسيم. طيب هنا إيمان من إسبانيا، السلام عليكم، أنا عندي سؤال، هو أن مقبلة على الزواج، في الأول كان الكل راضيا عن هذا الزواج، بس اليوم والدتي مو راضية لأنه بتحكي أنه مو صالح. أريد أن أسأل الشيخ، إذا تزوجت يعني هل أكون هل أخذ السخط؟ وشكرا. يعني أنا لا أدري والدتك تقول غير صالح من أي النواحي، لذلك لا أستطيع أن أحكم على كلامها. وأنا أقول لك حاولي أن ترضي والدتك وحاولي أن ترضي والدك وحاولي أن تنظري إذا كان هذا الشاب صالح، فيعني توكلي على الله وإن شاء الله والدتك ترضى، انظري من يكون واسطة بينك وبينها حتى يحاول إن هو يعني يرضيها عنك، وإن شاء الله ترضى بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. طيب هنا سؤال يقولون تعليقا على ما طرح في الساعة الأولى، ما هي رسالة الشيخ حسين حلاوة للأئمة في المغرب نتيجة هذا الأمر الذي تم؟ لأنهم بينتقدوا بيقولوا أن الأئمة والعلماء والدعاء اللي في المغرب لم نسمع لهم صوتا في إنكار هذا الشيء المسيء للأذان. يعني الأئمة عليهم أن يبينوا للناس، هذه رسالة الأئمة، رسالة البيان، وليس بالضرورة أن تكون رسالة متشنجة، وليس بالضرورة أن تكون رسالة فيها عنف، ولا إنما البيان للناس بأن ديننا دين عظيم ونعتز به ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليس معنى بأي حال من الأحوال إنني يعني أعيش مع إنسان في مواطنة إنني أتنازل عن ديني له أو أطلب منه بالعنف أو أطلب منه أن يتنازل عن دينه لي. الله عز وجل علمنا في قرآنه لا إكراه في الدين، وعلمنا في قرآنه لكم دينكم ولي دين. صاحب السؤال عفوا، معنا أول اتصال ثم نأخذ السؤال، محمود من ليبيا، تفضل يا محمود. السلام عليكم. خير يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. شحالك أستاذ باهي إن شاء الله. حياك الله، بارك الله فيك، الحمد لله، جزاك الله. والله بنعلق على زعماء العرب هذين يا أستاذ، معليش. ما هو سؤالك للشيخ؟
السؤال هذا كلهم مراقدين يا استاذ عدنان، كلهم مراقدين والله ما هم نافعين في حاجه هذه. نعم، نحن وجهنا لهم رساله في اول. الله يكرمك، شكرا لك يا محمود، شكرا. شكرا يا محمود. نعم، اقول نحن وجهنا لهم رساله الذي نستطيعه، وهم مسؤولون بين يدي الله عما يجري، عما يجري شعوبهم، حتى سواء كان عما يجري في سوريا، في العراق، في اليمن، في كل مكان، في غزة، هم مسؤولون، سيحاسبهم ربنا سبحانه وتعالى. هل يجوز لي الجمع في البيت حيث أنني أشعر بصعوبة أثناء الوضوء، عمري 74 سنة؟ نعم، يجوز لي أن تجمع على شيء عليه. نعم. السلام عليكم، أبو الحارث من المغرب. ما حكم المال الذي يحج به صاحبه ولا يزكيه؟ هل في المال الذي يجمعه الحاج وهل فيه في المال الذي يجمعه الحاج ليحج به؟ هناك من لا يزكي هذا المال الذي جمعه ليحج، أرجو أن تفيدوننا مأجورين. يعني بتلخيه عماله بجمع مال عشان الحج، فلا يخرج زكاة عن هذا المال الذي يجمعه لأجل الحج، هل هذا جائز أم لا؟ يعني حينما يسأله ربنا سبحانه وتعالى على فرض أنه هو أدى كل شعائر الدين سليمة، هياخد 8/10 لأنه قام بأربعة أركان وترك ركنا وهو الزكاة. كما أن الحج ركن من أركان الإسلام، فإن الزكاة كذلك ركن من أركان الإسلام. في سؤال أجبت عليه حضرتك بس يبدو السائل لم يكن قد سمع، ممكن نعيده إذا تكرمت. أخي الكريم، بالنسبة للقصر والجمع، ما هو الحد الأقصى لمسافة السفر؟ قصد مدة السفر بجوز. نعم. للمدة أم للمسافة؟ إذا كان يقصد بالمسافة الحد الأقصى لأنه بيسأل. أي نعم، المسافة أنا أستريح كل ما يطلق عليه سفر يجوز، حتى ولو لم يبلغ 85 كيلو، كل ما يطلق عليه سفر. غادر مدينته هو مسافر. أي نعم. نعم، غادر المدينة ومدينة تانية بعيدة ومسافر فيها، ويذهب إلى هناك غريب ولا يعرف أحد، ويحتاج إلى أن سيقيم في فندق ولا يحتاج إلى آخره، وهي بعيدة فعلا، مشقة يعني يطلق عليها سفر هذه. أما الزمن فهناك علماء من قال 3 أيام، وهناك علماء من قال 18 يوما. يعني تراوحت الأقوال بين 3 أيام و18 يوم، لكن زيادة عن 18 يوم لا يحق له أن يقصر. أحيانا في الشخص اللي بيستنى ممكن بأي لحظة يسافر، فهل يبقى في حالة السفر؟ ممكن هذا الذي لا يعرف متى سيعود. الذي لا يعرف متى سيعود، كما حدث لسيدنا عبد الله بن عمر، مكث مرة 6 أشهر يجمع ويقصر، لأنه ما كان يعرف، ذهب إلى بلاد ما وراء النار فانقطعت به السبل، نزلت الثلوج وقطعت الطريق، فمكث 6 أشهر إلى أن يعني انزاحت الثلوج وتعدلت الطرق وخرج. فالإنسان ما لم يعرف، لكن هذه القضية قضية يجب أن نلحظها، ما لم يعرف. أنا لا أعرف، لكن بعض الطلبة للأسف، معلش كل ما تأتي هذه المسألة أحب أن أركز على هذا، لأن بعض الطلبة يأتون مثلا من أي دول الخليج إلى أوروبا، وهو جاي يدرس حضرة الطب، وبعضهم يشتري بيت ويكون معه أهله وأولاده وإلى آخره، ثم يقصر. فلما تقصر يا صاحبي؟ يقول لك أنا سألت الشيخ فقال لي من حقك أن تقصر وتجمع، مع أنه مقيم، هو يعني 6 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين أو حتى سنة أو 7 أو 6 شهور هو مقيم جاي عشان يدرس، ولذلك لا يصح منه القصر ولا الجمع. هذا الطالب هو مقيم في السعودية ومقيم في إيرلندا، أثناء سفره في الطائرة من السعودية إلى إيرلندا يجمع ويقصر. يجمع أقصر. إذا وصل إيرلندا التي يدرس فيها خلاص. نعم. صار زي حتى يصل إلى المدينة اللي يعيش فيها هنا والمدينة التي يعيش فيها هناك خلاص. فأصبحت هذه بلده وبيته ومستقر، وهذه بلده وبيته. نعم. معنا جعفر من السويد، تفضل يا جعفر. جعفر من السويد. نعم. تفضل يا أخي. حياكم الله الشيخ، الله يعزك، بارك الله فيك. أنا بالنسبة عندي سؤال حول أنه قبل فترة في القناة العربية شفنا، بدون ذكر أسماء القنوات عشان نكون أسهل علينا الإجابة. نعم. خير إن شاء الله خير. في يعني يقال أن الأموال التي تذهب إلى داعش من قبل تركيا موجودة في البنوك التركية،
وكان في نفس الوقت الفتوى تأتي من بعض المشايخ في يعني بعض الدول الإسلامية. فكيف يكون ذلك؟ يعني الأموال موجودة في تركيا والفتوى تأتي من دول إسلامية عربية. يعني أنت يعني أنت يعني بتعرف السؤال يعني مضحك، لكن حقك شو بدنا نعمل يعني شيخنا الكريم. لا يعني يعني مش منطق اللي بتحكيه يا صديقي، مش منطق اللي بتحكيه يا صديقي. يعني بمعنى آخر، لو هذا الذي تقوله صحيحا لقامت السلطات الأمريكية أولا بأغلقت كل التعاملات المالية مع البنوك التركية، لأنه في سيطرة مالية دولية وفي حرب معلنة إنجاز التعبير على هذا التنظيم الإرهابي المجرم اللي الكل عم بيحاربه وهو يخترق، وإحنا بنتهمه بالعمالة للأجهزة الأمنية زي ما كانوا يقولوا إنه زعماء في تنظيمات إرهابية موجودين في إيران، وزي ما بيقولوا إنه موجودين في تركيا، وزي ما تركيا بتقول إن منوديهم للغرب والغرب برد برجحهم. فقصة هاي متداخلة يعني. وأنت منيح اللي ذكرت اسم القناة الفضائية اللي ذكرتها عشان نعرف إنه أن تكذب أكثر يعني. فإحنا بالنهاية يعني ما بعرف شو فضيلة الشيخ دوره في القصة، إيش المطلوب منه في هذا الأمر يعني، إيش الفتوى يعني الفقهية اللي بدك إياه منه؟ يعني فضيلة الشيخ نريد نعرف هل يعني هل يجوز هذا الشيء شرعيا إنه تكون أنت تظهر العداء لأشخاص وأنت في نفس التقية ممتاز نعم. هل التقية جائزة في صحيح؟ الإسلام؟ شكرا 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 على السؤال. هل التقية جائزة في الإسلام؟ لا، التقية غير جائزة إلا في لو إنسان في معركة وأسر، هذا شيء آخر. في معركة وأسر ويريد أن يعرف عدوه منه كم عدد يعني جيشكم وإلا ما عندكم وإلى آخره، هذا شيء آخر. ولكن فيما عدا ذلك لا يصح بأي حال. هنا يعني السؤال فيه خطأ في اللغة العربية، يا ريت يعني أحيانا الكلمات بتصعب علينا القراءة لكن نحاول أن نفهم. السلام عليكم، مضى شهر وعلي العادة الشهرية. لأنه أنا كلمة مكتوبة مدى شهر، فالآن أنا حاولت أفهمها، لا هي قصدها الدال ضاد، مضى شهر وأنا علي العادة الشهرية، فهل يجب علي قضاء ما فاتني من الصلاة؟ لا، قضاء الصلاة لا تؤمر به بنات آدم، الأخت المسلمة لا تؤمر بقضاء الصلاة، إنما تؤمر بقضاء الصيام، كما كانت تقول أمنا البتول الطاهرة السيدة الفاضلة العظيمة عائشة معلمة الأجيال. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول كنا نؤمر بإعادة الصيام أو بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بحاول أفهم الجملة. السلام عليكم، هل في مشكلة إذا أمسكت أقرأ في المصحف سمنية ختام وكل 7 أيام بعمل ختمة؟ شكرا. إذا تمسك المصحف بحائل وتقرأ منه لا بأس عليه. يعني إذا هي ربما بتقول إن بتختم إنه هذا رقم 7 أيام يعني مش نفس صاحب السؤال. فمش عارف إنه شو القصد يعني. إذا كان هذا المقصود أن يمسك المصحف على غير وضوء أو على غير طهارة لا بأس بحائل وتقرأ فيه أو يقرأ الإنسان الغير متوضئ. إنسان صالح عابد تقي نقي يقرأ القرآن لكنه يؤيد رئيسا قتل نصف شعبه، هل يؤثم على ذلك؟ بالأوصاف دي جابها منين لما هو بيؤيد القاتل كيف حكم عليه بهذه الأوصاف؟ لأن حتى تحكم عليه بهذه الأوصاف تكون قد خبرته وعرفته وسبرته. الذي يؤيد الظالم هو شريك معه. ده الإمام مالك يرى أن الذي يستطيع أن يدفع عن المظلوم ولم يدفع عنه فهو يتحمل الغرر لو كان ثمة غرر من على يعني أصاب المظلوم، لو هناك حقوق مادية يعني للمظلوم عند هذا الظالم والإنسان يستطيع أن يأتي بهذه الحقوق ولم يأتيها هو يتحمل. هذا الإنسان الذي لم يدفع عن أخيه، لأن حق المسلم على المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يظلمه ولا يسلمه. وأقل شيء يا سيدي أقل شيء أضعف الإيمان
ألا ترضى بهذا المنكر. إذا كنت لا تستطيع أن تدفع المنكر فلا ترضى به، لأن الرضا بالمنكر. سيدنا أبو بكر كان يقول للصحابة رضي الله عنه وأرضاه إنكم تقرؤون، هذا الحديث في الصحيح، إنكم تقرؤون هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عذابا ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. السلام عليكم، أنا في تركيا وهنا يؤخرون أذان الفجر، أيحق لي أن أصلي قبل الأذان؟ هم يؤخرون الصلاة وليس الأذان، هم يؤخرون الصلاة لأنهم مذهبهم حنفي ويصلوا وقت الفجر عند الأحناف عند الإسفرار، فهم يؤخرون. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت، فإن أرادت أن تصلي قبل هذا الوقت فلا شيء عليها وصلاتها صحيحة ما دام الوقت الحقيقي قد دخل. يسأل عن القرض الربوي أبو ريان من أمريكا لأجل إتمام الدراسة، واضح من العبارة أنه للماجستير أو الدكتوراه للدراسات العليا، مع أن هذا القرض عليه فوائد ربوية. أنا أنصح بدلا من أن يذهب إلى الفوائد الربوية أنصح بعدة أمور. الأمر الأول أن يبحث عن من يعني يعينه أو يساعده إذا لم يجد من يكفله في هذه الدراسة. هناك جامعات، هناك مراكز بحثية كثيرة جدا، هناك جامعات بتعطي للطالب أحيانا 50% 30 أكثر أقل إلى آخره، هذه واحدة. الأمر الثاني هناك جامعات بتعطي قروض يعني ليست ربوية الحقيقة، إنما بتأخذ من الطالب فقط اللي هو يعني ما يسمى بالخدمات، رسوم خدمات فقط ولا تأخذ. الأمر الثالث إن استطاع أن يؤجل الدراسة بما أنها دراسات عليا، إذا استطاع أن يؤجلها إلى حين أن يفتح الله عليه فذلك أولى من أن يأخذ قرضا ربويا، والله أعلم. السلام عليكم، أم ريحانة من بلجيكا، لدي سؤال. أنا مع زوجي في مشاكل ونحن هاجرين بعض من 8 أشهر، والآن أريد أن أطلب الطلاق، هل علي إثم من الناحية الشرعية؟ أريد النصيحة. أنا لا أعرف سبب هذه المشاكل، لذلك أنا أذكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترى عرف الجنة. عرف الجنة يعني ريح الجنة. فأنا لا أدري ما سبب هذه الإشكالات، هل هذه الإشكالات يعني تستوجب الطلاق والفراق، وخاصة لو عندك أولاد منه؟ وكذلك أقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فأنا أتمنى أن تنظري أحدا يدخل بينكما ليصلح، والحياة هكذا لا تخلو من منغصات ومن إشكالات، ولا يوجد بيت خلا. والقرآن حكى لنا بعضا مما كان في بيت النبوة في المدينة المنورة، وليعلمنا درسا كيف نصبر وكيف نتحمل في هذا السياق. طيب، تقول: نحن نعيش في أوروبا ونأخذ أموال شهريا على الأولاد والناس المرضى الذين لدينا، هل يجب أن نخرج زكاة على هذه الأموال لأنها ليست من عرق الجبين، بمعنى أننا لم نشتغل على كسبها؟ لا يشترط في الزكاة أن يكون المال من عرق الجبين. فلو جاءني مال هدية، لا، هي قصدها إن هل يجب عليها الزكاة لأنه مش من عرق الجبين؟ لذلك أقول لا يشترط في المال الذي أخرج عنه الزكاة أن يكون من عرق جبيني. لا، لو جاني أي مال يأتيني من عرق الجبين، من غير عرق الجبين تجب فيه الزكاة. فلو جاءتني مواريث إذا أموال من الميراث، إذا بلغ النصاب. طبعا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لو جاني مال من الميراث، جاني مال من الهدية، جاني مال مكافأة، أي شيء، أي مال يأتيني نام أو قابل للنماء تجب فيه الزكاة. إحنا نفترض أنه الأخت هذه في إسبانيا اللي عندها أطفال صغار وأصلا منفصلة عن زوجها أو هاجرة زوجها أو إلى آخره، نفترض أنه هذا المال الذي يأتيهم هو مصدر الدخل الوحيد اللي عليهم تقريبا، اللي استحقوا على أساسه المساعدة الاجتماعية من الدولة، صح؟ بس ليس بالضرورة أن تكون منفصل عن زوجها أو يعني بطريقة يعني هذا المال يأتي الأولاد وربما أعرف وللمرضى للأموال وللمرضى يسموه عندنا التشايلد بينيفيت، ربما تقصد هذا. الآن هذا المال هي بدها تصرفه على مصاريف الأولاد،
أو تدخر بعض البيوت بتدخر هذا المال. فإذا يعني حال عليه الحول وبلغ النصاب تجب فيه الزكاة. طيب السلام عليكم، هل الزواج بالمهجر بين مسلم ومسلمة تزوجها بعقد أشرف عليه عدل امرأة، هل هذا العقد جائز أم لا؟ كانت امرأة واحدة وليس عدلين، وجزاكم الله خيرا. ولم يكن هناك شهود؟ ما بعرف، مش كاتب. لا بد من الشهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. نعم. إذا لم يكن هناك شهود فالعقد غير صحيح. نعم. ملناش دخل مين اللي بيكتب العقد. لا أنا لا أسأل، أنا بتكلم شهود على الـ 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 الزواج. نعم. ممكن واحد بيكتب والثاني بيشاهد معاه. نعم. يعني تمام. محمد السعيدي مقيم بألمانيا منذ 4 عقود، هل زيارتي إلى المغرب في عطلة الصيف أن أقصر من الصلاة مع أني ما قصرت في حياتي؟ ملاحظة، البيت في المغرب ملك لي ما عدا في المغرب، والسلام عليكم، ما عدا في ألمانيا فقط، تصحيح. لا هو ليس بالضرورة أن يكون البيت ملك. لا إنما هو بيتي اللي بستقر، اللي أنا مستقر فيه ومستريح. لكن لو رحت المغرب عشت عند أبويا مثلا أنا غير مستقر. لكن لو أنا عندي شقة مؤجرة في المغرب يعني بدفع إيجارها وحاطت فيها عفشي وكل شيء وأنا أذهب وآتي إليها، فعندما أذهب إلى المغرب هي شقتي، وعندما أعود إلى ألمانيا البيت الذي أنا مستأجره في ألمانيا هو بيتي أيضا، هو الذي أنا مقيم فيه. لكن في أثناء الطريق فيجوز لي الجمع والقصر. أكرمكم الله فضلت الشيخ وجزاكم الله كل خير. معذرة، في أسئلة كثيرة عم تتوالى وما بعرف، في ناس تحمسوا في آخر أكم من دقيقة، فالمعذرة منكم، إن شاء الله بالحلقة القادمة نجيب. لكن أود أن أذكر بما قاله فضيلة الشيخ بالنسبة للأخ من السودان، لأنه يكثر في تفاصيل متعلقة بقضية الطلاق. أنت في بلد مسلم وفيه علماء وفيه مفتين يذهب لهم ويستفتيهم، لأنه صعب أنه على الهواء. ما بعرف شو رأيك فضيلة الشيخ؟ نعم. إذا ممكن نأخذ التليفون من نعم أو يتواصل معك بالهاتف. أيوة. إذا كان ولا بد يعني. أشكركم جزيل الشكر وأشكر فضيلة الشيخ على كل هذا الوقت والجهد. على أمل أن نلقاكم بحلقة أخرى. هذه أطيب التحيات، في أمان الله.